النهارده عندنا فليه ولينجتون، لحم فليه، عندي عجينة باف باستري او عجينة ملفيه وسمانخ وكبد فراخ ومشروم وزعتر وبيض وديمجلاس وملح وفلفل وسمنه كريستال البيضه، وعندي خضار سوتيه. نهارك ابيض يا حبيب قلبي، معلش الشاب لسه نايم يا جماعه، تقريبا كان سهران طول الليل شغال قاعد على النت. ادي الكبده، الكبده هنا كتيره جدا، انا مش عايز كل ده، هم دول بس كفايه كده. انا مش عايز اللحمه تجيب الدم بتاعها، بعمل لها صدمه كده. هناخد نص التوم مع البصل اللي انا فرمته ده اهو. نعم يا فندم. اه يا فندم هتعلم. بعمل كلوز اكسبوجر علشان اخزن الخرشوف. ادي حبه السبانخ مع الكبده مع المشروم، ادي جوز الطيب، شويه توابل، الكبده، الفويل بس. خدنا دي نص سوا كده يا جماعه. ادي الخليط بتاعي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انت طول عمرك حلو، ميرسي. اتكلم لغات. عم محمد بيعاتبني دلوقتي، بيقول لي انت بتقلبها ليه كده؟ هو عشان مخي كبير وقور من حقه يسالني، مش هقول لك دلوقتي غير لما اقول لك ليه عملتها كده. لا يا باشا، عشان لما تيجي تفتحها تلاقي الكبده في الوش. اصحى معايا بقى، عشان كده لو نمت منها هيبقى عوق. لما اجي اقطعها وافتحها كده الاقي الكبده فين، وفي نفس الوقت ما تنزلش الجوز بتاعها بره يا جميل. وبزفرها كده عشان خاطر لما اجي اقفلها واقفلها مع بعض تلزق، ما يبقاش في منفذ ينزل الجوس مني.